اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما تعودنا يعني برنامج الابطال احنا بندعم نجومنا ابطالنا داخل النادي الاهلي، ولكن منتخبات مصر دي عندنا يعني مش عايز اقول في المقام الاول. ليه؟ لانه مصر هي الاسمى، ولعبتها لما بتروح تلعب مع منتخبات مصر، حتى لو الالعاب دي مش عندنا، حتى لو الالعاب دي مش موجوده في النادي الاهلي، ولكن اسم مصر. انا مثلت منتخب مصر سنوات طويله، وعارف يعني ايه قيمه قميص منتخب مصر، وده شرف ولازم ندعمه كلنا. من الاتحادات اللي عامله شغل وبتبذل مجهود، اتحاد الريشه الطائره. اتحاد الريشه الطائره من شويه سافرت بعثه المنتخب، راحت بطوله افريقيا في جنوب افريقيا. خلاص سافروا، راحوا جنوب افريقيا عشان يلعبوا بطوله افريقيا. طيب البطوله هتتلعب من كام؟ هتلعب من 13 ل 19 فبراير اللي احنا فيه. مشاركين بكام لاعب؟ بثمان لعيبه، وهم اربعه اولاد: احمد صلاح، ادهم حاتم، محمود منتصر، كريم محمود عزت، ومعاهم اربعه بنات: ضحى هاني، نور يسري، هانا طارق، رحمه العدو. وبيدربهم طبعا كابتن محمود عزت، وبترأس البعثه عضو مجلس الاداره كابتن منه الله طناني. وكان الاتحاد كمان كان اعلن من ايام عن فوز مصر بتنظيم نفس البطوله دي بس السنه اللي جايه، وده انجاز كبير جدا، لان الحقيقه الريشه الطائره كانت قعدت فتره يعني مش بس بعد من 3 4 سنين الحقيقه عملوا شغل كويس جدا، ومشاركات دوليه ومشاركات افريقيه ومنافسه قويه وترتيب ومشاركات في الاولمبيات اللي فاتت، الحقيقه عاملين شغل كويس، ولازم يعني يكون كلنا ورا هذا الاتحاد. واللعيبه دي اهو، اللعيبه هي في الطياره، ربنا يوفقهم ان شاء الله ويرجعوا كلهم امال طبعا وطموحات، ان شاء الله يحققوا نتيجه كويسه. وعشان نعرف يعني اكتر عن الخبر ده، معانا عبر الهاتف الكابتن محمد كمان، نائب رئيس الاتحاد للريشه الطائره. اهلا بيك يا كابتن محمد. مساء الخير يا كابتن هيثم، عليك وعلى الساده المشاهدين وعلى قناتنا المفضله طبعا. كابتن طبعا يعني يوصلوا بالسلامه بطوله افريقيا، يعني كلمني عن البطوله وكلمني ازاي استعديتوا يا كابتن، والمتوقع من البطوله دي. يا فندم احنا بنستعد لينا شهر كامل تدريبات صباحي ومسائي تحت اشراف الكابتن محمود عزت ومعاونه الاتحاد بتوفير كافه الالتزامات للمنتخب. ان شاء الله احنا عندنا امل كبير بامر الله ان احنا نفوز بالبطوله دي تحت ابطال افريقيا في الدوره السابقه، وان شاء الله رايحين مصنفين اول بامر الله، وربنا يكرمنا. يعني المنتخب استعد استعداد جيد، اطمئنين على كل التزاماته، وصلوا بالسلامه جنوب افريقيا امس الحمد لله النهارده، واتمرنوا في جنوب افريقيا اول تدريبه، وان شاء الله هنبدا البطوله فعاليات البطوله من يوم 13 ليوم 19. طب كابتن يمكن المعسكر بتاعكم كان فين؟ في المركز الاولمبي في المعادي؟ لا يا فندم، احنا كنا عاملين معسكر مفتوح، كنا بنتدرب في صاله في الوفاء والامل صباحي ومسائي، فكان معسكر مفتوح عشان التزامات بعض اللعيبه باشغالهم وكده، فما قدرناش نعمل معسكر مغلق، انما المعسكر كنا بنتابعه متابعه دقيقه جدا باللجنه العلميه، معانا دكتور رامي موجود، بالكابتن محمود عزت، بمدربين الاحمال، بالمساعدين المدربين، باعضاء مجلس الاداره كانوا بيتواجدوا دايما في التدريبات، وكنا بنبث الروح والحماس مع لعيبتنا. طب كابتن يمكن ادهم حاتم وضحى هاني على ما يعني اتذكر لو انا مش غلطان راحوا جنوب افريقيا على طول، ما طلعوش مع البعثه من هنا صح؟ لا هم راحوا بدري عشان تذاكر السفر، كانت البعثه كلها مش متوفر لها تذاكر سفر، فهم راحوا قبل المنتخب يروحوا جنوب افريقيا، ووصلت بعديهم البعثه في الساعه 7:30 مساء، ويعني ركبوا من مصر الساعه 7:30 ووصلوا بعديهم، يعني هم وصلوا الاول. واحنا عندنا كمان ادهم وضحى ونور هيطلعوا من بطوله جنوب افريقيا على بطوله اوغندا الدوليه، عشان دول فريق باريس، مصنفين فريق باريس ان شاء الله. عندنا ادم اول افريقيا، عندنا ضحى اول افريقيا، عندنا نوريس لتاني افريقيا، فدول اللي بنشتغل عليهم للتاهل لباريس باذن الله. طب بطوله، طب يعني خليني في انا هروح لبطوله اوغندا، بس خلينا الاول بطوله افريقيا، مين ابرز المنافسين لينا؟ هل جنوب افريقيا ولا في فرق من شمال افريقيا؟ عندنا الجزائر طبعا، وعندنا نيجيريا موجوده في البطوله، وعندنا موريشيا. دول ابرز المنافسين. خمس فرق كويس جدا، يعني لعيبه عاليه جدا، وبيشتغلوا برده زينا، بس احنا ان شاء الله عندنا ثقه في لعيبتنا بامر الله ان هم يعني ان شاء الله يفوزوا بالبطوله باذن الله. طب كابتن يمكن البطوله دي فرق وفردي صح؟ خمس ايفنتات، فردي ولاد، فردي بنات، زوجي ولاد، زوجي بنات، اللي هو الميكس المختلط. طيب بتحسب النتيجه ب3-0، يعني كل فريق يلعب فريق، وان شاء الله احنا يعني في مجموعتنا معانا النهارده زي ما انا عرفت الكاميرون، مجموعه سهله ان شاء الله باذن الله. ومعانا مش عارف فرقه اخرى تاني برضو، مجموعتنا سهله يعني. طب الحمد لله. طبعا نتخطى لدور الثمانيه، دور الثمانيه بتبدا بقى نظام بوله، مين يلعب مين. يعني دور الثمانيه بتعمل قرعه ومين هيلعب مين.
قرعه ان شاء الله. احنا كده كده هيبقى هم ثلاث دور الثمانيه والاربعه فاينل ان شاء الله، ثلاث ماتشات جامدين بعد كده بعد المجموعه باذن الله. احنا هنبدا بدايه هاديه بامر الله، يعني نقدر نتاهل على مجموعتنا اول باذن الله. باذن الله وهنخش دور الثمانيه بقى ان شاء الله يا كابتن. طيب هي البطوله من 13 بعد كده، بعد كده بقى بطوله الانديفيدوال دي مهمه جدا لترتيب لعبتنا ادهم وضحى ونور يسري. يعني هي فضلت فرق في الاول ثلاث اربع ايام، وبعديها بيبدا الانديفيدوال بقى فرديات وزوجيات. طب الفردي كلهم مشاركين الاربعه الاولاد والبنات؟ مشاركين تمام يا فندم، هنشارك باربعه اولاد واربع بنات في الفرديات وفي الزوجيات كمان، زوجين زوجين وزوجين ميكس. يعني بتهيألي البطوله دي مكاسبها كبيره قوي يا كابتن، يعني مهمه طبعاً جدا عشان الرانك الافريقي طبعا والنقاط بتجمعها. طبعا من اهم البطولات واعلم نقط في الترتيب الدولي احنا بناخدها، فيعني الفوز بيها هيساعد لاعبتنا جدا في التأهيل لباريس، وهتكون خطوه يعني هايله. قبل بقى ما احنا سبقنا الحدث بكتير جدا، وقلنا في تأهيل باريس 24 عندنا بطوله افريقيا في مصر في فبراير. فقدمنا ملف عالي جدا الحمد لله رب العالمين، حاز ثقه الاتحاد الافريقي، كانت فيه منافسه من اربع دول، الحمد لله مصر فازت بالملف وخدنا حق التنظيم في مصر، فدي هتساعد ولادنا كمان اكتر ان يكونوا في القاهره بقى. يعني البطولتين دول مهمين قوي، البطوله اللي احنا فيها حاليا في جنوب افريقيا ويليها بطوله افريقيا في مصر. كل التوفيق يا كابتن محمد ان شاء الله، وترجعوا بكاس البطوله ويعني وتادوا اداء كويس، ويساعدنا ان شاء الله لباريس 2024. كابتن هيثم انت وش السعاده علينا دايما، كل اخبارك بعديها بتتوج ان شاء الله، بنتوج بعديها ان شاء الله، واحنا في ظهركم يا كابتن، وكل الدعم ليك وان شاء الله باولادنا وبناتنا حققوا نتيجه كويسه. كابتن محمد كمال نائب رئيس اتحاد الريشه الطائره، بشكرك شكرا جزيلا. الحقيقة لما بيبقى في اتحاد شغال يا جماعه، الحقيقه الواحد بيبقى سعيد جدا جدا، وناس بتجتهد وناس بتشتغل، ومحدش بيقول لك ما عندناش امكانيات ومش ما عندناش امكانيات، الامكانيات موجوده، انت بس اشتغل وخطط كويس وخلي هدف منتخب مصر هو الاسمى عندك، وان شاء الله ربنا هيكرمك.